السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احبابي؟ عاملين ايه النهاردة؟ انا هسمعكم صوت الفنانة الجميلة شيرين بتسريب كده من المستشفى. بس قبل ما اسمعكم الصوت، احب بس اوضح لكم ان هي طبعا قالت ومعتذرة جدا عن اللي حصل. بتقول انا اسفة جدا لجمهوري، واسفة جدا للي بيحبوني، واسفة جدا للي بيدعموني، وطبعا هتسمعوا الفويس كله. واتصلت بأهلها، كلمت أهلها، قالت لهم خلي بالكم من بناتي، وأنا أسفة ليكم، وأرجوكم أتمنى إن أنتوا تبعدوا حسام حبيب عني، وتبعدوا اللي هي سارة الطباخ دي عنها، واتمنت إن هي طبعا تكمل علاجها وتفضل لغاية ما تخرج متعافية لجمهورها وأهلها وبناتها. وقالت في الفويس بتاعها ان هي طبعا هتسمعوه وهتعرفوا هي قالت ايه. والحالة الصحية لها الحمد لله بدأت تتعافى وبدأت تتمثل للشفاء، وهي اصلا مش داخلة بالادمان، هي داخلة بالضرب اللي كانت مضروبة، وعلشان اخوها ينقذها من حسام ده راح خد 10 من الممرضين من المستشفى والدكاترة طبعا، وخدوها عنوة. فطبعا من كتر الشد والجذب والكلام ده والمشدات وقعت، ورجلها طبعا جالها اللي هو الرباط الصليبي. وبطمنكم عليها ان هي كويسة، لان كمان واقف قدامها هناك في المستشفى قدام الاوضة بتاعتها او تحت الاوضة بتاعتها في المستشفى الوف من الجماهير المحبة ليها. واتمنى كنت تبقى معاهم عشان اطمن على صحتها زيهم. عفوا. وهي الحمد لله طمنت الناس كلها. واسمعوا بقى الفويس، ان شاء الله هتتفاجئوا من كلامها. حاسه ان في حد متربص لشيرين، عاوز يعني يبوظ صورتي. انا اصلا تعبانه قوي والله العظيم. انا مظلومه، وحسبي الله ونعم الوكيل. في مؤامره عشان انا ما عملتش اي حاجه. والله انا اسفه، بس انا يعني انا حرام ابقى انا اسفه. ان انا المفروض احترم نفسي واحترم اسمي واحترم كياني، حقوقه عليا. أنا أسف. وطبعا سمعنا صوت شيرين وهي بتتأسف وبتتندم على الحالة اللي هي وصلت لها، وربنا يشفيها ويرجعها بألف سلامة، والبناتها بألف سلامة. وأتمنى منكم تعملوا سبسكرايب وشير وتوصلوا الفيديو لناس كتير.